عليكم البنات، مرحبا بكم في كويزين جاسمين. اليوم نقدم لكم طريقه في تحضير معلكه اللي كتجي لذيذه بزاف، مختلفه شويه بواحد النكهه خاصه وتفي الطريقه ديال التزيين. نتمنى تعجبكم. المهم تابعوا معايا الفيديو. غنحتاج ليه هنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي غير درته في الفران، غير تصهت وطحنته مخلوهش يتحمر. عندي ثلاثه البيضات، عندي معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الكوفيسير، عندي هنايا كاس ديال السنيده، عندي هنايا آلزا ديال الزهر، وعندي خماره ونص. نبداو على بركه الله. غنديروا واحد القبصه ديال الملح باش نصحوا الذوق. قبصه ديال الملح، كاس ديال الزبدة، كاس ديال السنيدة، وهنايا البيض، نزيدو أعصى الزهر، معلقة ديال الكونفيتير، نضيفو خمارة ونص، ما جمعنا العجينه ديالنا نخلوها هنا تشرب شويه بين ما يشرب لنا الكاوكاو، نتلاقاو ونشوفوا الطريقه ديال التزيين. هذا هو الخليط ديالنا، ملي كملنا العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل. هذا غندوزو دابا نديرو كويرات. غنحتاجو للتزيين عندنا شويه ديال الماء زهر، وعندنا سكر كلاصي سبيسيال، وعندنا هاد السوريز هذا للتزيين. بسم الله، كندهنوا يدينا بماء زهر، كنغطسوش فيه الكويرات، غير كندهنوا يدينا باش ما تلصقش لنا العجينه في يدينا. كنديروا كويرات هكا في هاد الحجم هذا، كنفندو في سكر كلاصي مزيان، كندخلو لها سكر كلاصي بهاد الطريقة هادي، كناخدو الموس كنديرو فيها هكا بهاد الشكل هذا الشرطات، كتجي بهاد الشكل هذا. صافي كندوزو نحطو هنا
ملي كتبدا تلصق لي في يدي كندهن ب يدي بمزهر بعد ما عمرنا اللاط ديال هذه دابا جات على هذا الشكل هذا غنحاولوا نزينوها بهذا النص ديال السوريز ثبتوها بعد نكملوا اللاطة ديالنا في التزيين وندخلوها الفرن اللي سخناه من قبل نديروها لتحت حتى كيتشقق مزيان ونطلعوها الفوق تكمل الطياب ديالها
وهاد الكاوكاو راه ما تيبغيش يطيب بزاف، غير واحد شويه وتنطفيو عليه باش ما تخسرش لينا الحلوه. الحلوة ديالنا الفران ونطلقوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. ما طابت المعلكة ديالنا كيجي الشكل ديالها هو هذا. نتمنى تجربوها، راه كتجي بنينه بزاف بزاف بداك المذاق ديال النكهة ديال الزهر، كتجي معلكة وزوينة. جربوها راه غادا تعجبكم.